والآن إلى عالم التقنيات والابتكارات وشباك التكنولوجيا مع الزميلة سلمى ناصر. مساء الخير سلمى، مساء النور ديما، أهلا. شو محضرتي لنا اليوم؟ اليوم حنحكي عن الأجهزة التكنولوجية القابلة للارتداء، عن أسباب انتشارها وأضرارها اللي وجدت وليش الناس مقبلة عليها ولا شيء. تابع التقرير ونرجع. علاقة الإنسان بالتكنولوجيا بدأت تأخذ منحا مختلفا أخيرا، خصوصا في مجال التكنولوجيا القابلة للارتداء التي شكلت ثورة رقمية. معرض لندن للتكنولوجيا كشف عن شهية كبيرة للمستهلكين. شركة لايف بوستر طورت تقنية يرتديها الموظفون لحمايتهم من الحركات الخاطئة خلال ساعات العمل الطويلة لتقليل المشاكل المحتملة كألم الظهر. لقد قمنا بتطوير نظام أساسي لمنع الإصابة في مكان العمل. النظام يسمى سينس، وهو يتكامل مع التقنيات القابلة للارتداء ويسمح للشركات بتحديد عوامل الخطر في مكان العمل لتجنبها. على بعد أمتار قليلة كشفت شركة أوكسيتون عن ساعة جديدة قد تحل محل أجهزة التأكسج التي تستخدم عادة في المستشفيات لقياس مستوى الأكسجين في الدم. إنه جهاز مريح للغاية، ارتداؤه سهل جدا، متصل بالإنترنت ومعلومات المريض. الطبيب اليوم قادر على مشاهدة بيانات المريض وكل ما يحدث معه في الوقت الفعلي 24 ساعة في اليوم. مستقبل واعد ينتظر هذه التكنولوجيا، إذ تنبأ الخبراء بتضاعف مبيعاتها عالميا لتصل إلى أكثر من 27 مليون دولار بحلول عام 2022. سلمى، يعني إذا مثل ما شاهدنا هلأ اليوم في كتار ما بيتحملوا يرتدوا حتى ساعة عادية، ومع ذلك عم بيكون في إقبال شديد على هذه المنتجات. نعم المنتجات، فلماذا؟ أولا هاي المنتجات نحن لو جينا رجعنا بالزمن هي سهولة ارتدائها. ثانيا لو احنا جينا طلعنا عدنا بالزمن الخلف، احنا كنا نشوف زمان اجهزه الكمبيوتر المعقده الكبيره اللي كان احيانا اول ما بدا كان بحجم غرفه حجم غرفه صاله، ولكن الان كل ما تقدمنا بالزمن صار الجهاز الحاسب الالكتروني الذكي صار اخف وزنا اكثر كفاءه، وبنفس الوقت هو جهاز يمكن ان يعطيك معلومات كثيره. الاسواق هلا بتقول انه الناس خصوصا فئه الشباب عندها اقبال شديد على الاجهزه الذكيه مثل اجهزه ساعات ابل وساعات سامسونج، النظارات جوجل، بنفس الوقت النظارات اللي هي مثلا الاجهزه اللي بتتعلق باللياقه البدنيه، الاجهزه اللي بتتعلق بالحيوانات، هذا كلها بقول انه العالم يسير بسرعة وتتطور. الشركات التكنولوجية هلأ تدمج هاي المنتجات مع التقنيات انترنت عشان الناس يصير لها سرعة أكبر على الإقبال عليها. غير هيك على ما بقوله أنه خلال 10 سنوات القادمة هاي الأجهزة قد تحل محل الأجهزة المحمولة، التلفون اللي احنا بنمسكها الآن خلال 10 سنوات القادمة ممكن هي تختفي ويكون في عندك مكانها أجهزة قابلة للارتداء، فعشان هيك ناس تقبل عليها. طبعا في ناس فعليا ما بيحبوهم فهذول لازم نقنعهم فيهم او لا. طب على محاسنا يعني والاشياء المفيده اللي بتقدمها، انا دائما بفكر انه يا ترى هل الى مدار ما كون يعني كون قريبه من الجسم. صحيح. من منطقه القلب مثل ما بيقولوا التليفون له اشعاعات، هل مزبوط. الى اشعاعات ما هلا هو هذا جدل كثير كبير فيها بين خصوصا في ناس ممكن تتجنب ارتداءها بسبب هذا المخاوف، ولكن حتى الان العلماء ما اثبتوا ضررها. يعني هم بيقولوا ما دام هاي الاجهزه ما فيها جهاز اللي هي شبكات الاتصال اللاسلكي الجيل الثالث وما فوق فهي ان كان لها ضرر فهو قليل جدا. هلا الاجهزه هي تعتمد على شغلتين، تعتمد على البلوتوث والواي فاي، وهي الترددات مش مضره بجسم الانسان، ولكن في قول اخر بيقول انه هاي ممكن يكون فيها بطاريات وبطاريات قويه جدا، ومن قربها من جسم الانسان ممكن تسبب امراض مثل سرطانات الدم او اللوكيميا. في دراسات ثانيه فندت او رفضت هذا الاتهام لهذه الاجهزه. فحتى الان
هو ولكن في ضرر هو ضرر قليل جدا، ولكن احنا نحتاج الى وقت كبير لاثبات الضرر او عدمه. فهي طب مستقبل هاي التكنولوجيا يعني مضمون ام انه في شيء ربما يعيق انتشارها؟ او هلا فعلا هذا كمان سؤال. مستقبلها هي عشان تضمن نجاح اي جهاز من الاجهزه بيعتمد على 3 اشياء. اولا انه هذا الجهاز يقدر يعطيني معلومات مفيده بشكل مستمر 24 ساعه انا مستخدمه لانه مستفيده منه. ثانيا انه انا كانسان اقبل اني البسها 24 ساعه باليوم، مثل ما حكيت في ناس بترفض. ثالثا انها تكون ذات مظهر جيد، يعني يكون انا كانسان بدي البس شغله بدي البسها تكون توافق مع لبسي. فهي 3 اشياء اذا قدروا يوصلها العلماء او يوصلوا فيها للانسان فممكن تكون فعلا تحقق انتشار كبير في الايام والسنوات القادمه. نعم سلمى، شاهدت ايضا بالتقرير الساعه اللي بتقيس نسبه الاكسجين بالدم او ربما ايضا دقات نبضات القلب، شو الفرق بينها اذا وبين الاجهزه الاخرى اللي اعتدنا عليها الموجوده طبعا في الصيدليات بالاصبع؟ الفرق بينها وبين هديك اولا وهي هي متنقله تقدر تستخدميها في بيتك، هذولك كمان ممكن تستخدميها بالبيت، ولكن هاي على اتصال مباشر بالانترنت، يعني هاي بتعطي المريض بتقيس نسبة الأكسجين، بتقيس نبضات القلب، وبترفعه على السحابة الإلكترونية على الإنترنت بملفه الخاص بالمستشفى، بتقول للدكتور إنه هذا المريض بالوقت الآني الآن عنده نسبة الأكسجين انخفضت أو دقات قلبه ارتفعت. كسيارة إسعاف يعني متنقلة بالضبط. تقريبا. تماما. نعم. وإذا انخفضت النسبة أو صار عندنا مؤشر خطير بيرسل تنبيه للمريض ولا للدكتور. نعم. فهي الميزة. سلمى هلا وصلنا لموضوعي المفضل. أيوه. موضوع الثاني. سيارة طائرة. إيه سيارة طائرة. نقول. فقد ظهرت أول سيارة أجرة طائرة مسيرة للمرة الأولى في أوروبا وذلك في سماء فيينا النمساوية، وبلغت تكلفة صناعة السيارة نحو 336 ألف دولار. صنعت السيارة الطائرة المسيرة بالتعاون بين شركتين إحداهما نمساوية والأخرى صينية، وقد حلقت في الهواء دقائق معدودة، ويهدف مصنعو هذه السيارة إلى تقديم خدمات قصيرة المدى للركاب من حمل المعدات الصناعية أو نقل الحالات الطبية العاجلة، كما أعلنت شركتان استعدادهما لإنتاج عدد ضخم منها. هاي حلمك صار حقيقة. حلمي صار حقيقة، بس كتير ضيقة هالسيارة، بتخنق خنق. هي السيارة هاي بتكفي بس ركبين عموما، وزنها تقريبا 340 كيلوغرام، بس بتحلق لمسافة خلينا نحكي 150 كيلومتر وسرعتها 90 ميل في الساعة. يعني هدفها انها تطير بين ناطحات السحاب بالمدن، تكون انها طبعا هي بتطير بشكل عمودي لانه ما بتحتاج مدرج، كمان بتطير بين المدن وبين المسافات القريبة، بتنقل الركاب او بتنقل المرضى او بتنقل المعدات. هلا خلينا نحكي كمان انه في منافسة كبير بين هاي الشركة وشركة ايرباص، لانها ايرباص وعدت انه خلال العقد القادم يكون في مئات من هاي السيارة. بس يمكن اللي بيخلينا ننتظرها اكثر انه في تحديات، مثل انه هاي كيف حيكون التواصل بين هاي بين هاي السيارات بين المروحيات الموجودة في الجو؟ هل حيكون في بس هي ارتفاع منخفض منخفض صحيح. جدا لا او لا مش يعني جداً. بتطير بين ناطحات سحاب ولكن ممكن تاثر على المروحيات الاخرى، وبقولوا لازم يكون هناك في قواعد مروريه لهذه الطائرات والطائرات الاخرى، خصوصا انها هي طائرات مسيره تسير من دون طيار. نعم سلمى شكرا جزيلا لك على هذه المواضيع، بانتظار توصل الى لندن السياره الطائره. نلتقي الاسبوع المقبل. فاصل ومن بعده في شباك المال نتعرف على مبادرة حزام واحد طريق واحد.